أوكرانيا. خليني قبل ما ابتدي جولتنا في اوكرانيا انبه على حته مهمه جدا ذكرتها في الفيديو الاولاني، وهي ان انا ما كنتش عارفه خالص انا رايحه فين. فاكتر سؤال اتكرر، طب المذيعه لما اتكلمت وقالت في المايك احنا متجهين نحو مدينه كذا، برضه ما عرفتيش اقول لكم ان كانت فعلا كل ما المذيعه تتكلم كانت تسنيم بتقوم عليا صوتها وتفضل ترغي 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 وتحط ايديها على ودني عشان خاطر ما اسمعش، لدرجه ان احنا في اخر الرحله الراجل اللي انت شايفينه ده قام لفلنا ورا حال تسنيم، انا هموت واعرف انت بتتكلمي في ايه كل ده. فالراجل طلع في الاخر تركي، وانتوا عارفين الاتراك عندهم فضول ان هم يعرفوا الاخرين بيتكلموا في ايه. فنزلنا من الطياره، اللي كان مطمني الحاجه الوحيده ان كانت تسنيم قالت لي ان هي متفقه مع شركه سياحه وفي عربيه هتيجي تاخدنا وتلففنا المكان، وفعلا استقبلنا شاب اسمه احمد كان مهذب جدا وغايه في الذوق، وكانت اول وجهه لينا هي مدينه خاراكوف. خاراكوف هي يعتبر بعيد عن العاصمه كيف 5 ساعات. أول انطباع لي عن أوكرانيا إن هي بلد يعني هي نظيفة بس فقيرة، لأن هي كمناخ قريبة جدا من السويد، حسيت إن أنا في السويد بالظبط، بس الشعب أكتر كتعداد سكان، الشعب أكتر بس المباني قديمة، الحياة بسيطة، الكلام ده كله. فحسيت إن هي نسخة من السويد بس على إيه، أقل اقتصاديا شوية. طبعا كان الجو ساقع وقتها فالواحد ما لحقش يستمتع بحاجات كتير، بس احنا اول ما نزلنا رحنا دخلنا في مطعم اكلنا، هو بيكون عباره عن اكلات شعبيه او اكلات بيتيه بمعنى اصح، وانت بتختار اللي انت عايزاه من البوفيه وبعد كده بتروح تدفعي حسب ما انت اكلتي. وبصراحه الاكل هناك يعتبر كان رخيص، واحنا خصوصا احنا كمان ما اخدناش لحوم فكانت ارخص كمان. وبصراحه الاكل عجبنا جدا، وعندهم حاجه مميزه وهي الشربات، فكل شوربه جربناها كانت احلى من الشوربه اللي قبل منها، وانا كواحده بتحب الشربات انبسطت جدا من الموضوع ده. بعد ما خلصنا الاكل اخذنا احمد على سوبر ماركت عشان خاطر نشتري حاجات على اساس ان احنا هنجوع بالليل بقى وهنفترس بعض، جبنا الحاجه وسبناها زي ما هي. بس السوبر ماركتات هناك لطيفه جدا، وكان اكتر حاجه لفتت نظري الحاجات اللي انتوا شايفينها ديت اللي هي الخضروات والفواكه المجمده من كل شكل، حاجه عمري شفتها حتى في السويد نفسها، او موجوده بس مش مفتوحه ومعروضه في تلاجة كده، موجودة في أكياس، إنما هي معروضة في تلاجة دي أحلى إن أنت تاخد 10 جرام 20 جرام 200 جرام اللي أنت عايزه يعني. بعدها طلعنا على أكبر بارك في المدينة، وكان في أقدم شجرة في المدينة، وأنتوا عارفين يعني الأوروبيين بيحبوا يحتفلوا بالمواضيع ديت ويقولوا أقدم وأعرق والكلام ده، وهي مثلا في الآخر 500 سنة مع إن الأهرامات 2000 سنة، مش تحيز يعني بس معلومة لازم تذكر. الجو كان لطيف يعني والصحبة كويسة، فقضينا. وتاني يوم رحنا الملاهي المائية، وزي ونرجع تاني لموضوع السويد، انت غصبا عنك انت بتقعد تقارن، فالملاهي المائية هناك كانت لطيفة بس جودة الحاجة مش زي السويد خالص، فاستمتعنا شوية. انا افتكرت الموقف اللي حصل وقتها وان انا كنت هغرق، لان في حته كده فيها زي شلالات ولا معرفش بيعملوا ايه، المهم فانا كنت كل اللي حابني مش ان انا اغرق، ان انا انقذ النضاره. وقضينا اليوم لطيف وطلعنا واكلنا والله تالت يوم وتالت يوم رحنا البارك كده كبير وركبنا التليفريك، والتليفريك عندهم هناك مضحك جدا جدا جدا. انا طبعا كنت نفسي اصور بس ما عرفتش اصور هناك عشان خاطر الموضوع فعلا محرج، التلفريك بيفضل يلف ما بيقفش خالص، وما تيجي تركبه بتعمل زي اتوبيس السيده زينب اللي هو بتحط رجلك وتنط وهو ماشي، فانت لو ما لحقتش طبعا انا فوتت بتاع 2 تلفريك عشان اعرف اركب واطلع فوق. الجوله اخذت وقت كتير بس هو يعتبر بالنسبه لهم مش فسحه، هو زي وسيله مواصلات. واحمد يعني كان ذوق جدا فور على اطلعوا انتوا وانا هلف بالعربيه واجي لكم هناك عشان خاطر ما تمشوش كتير، ودي كانت حركه يعني اشكره عليها جدا. وخلص اليوم كانت وقت لطيف، وبعد كده سافرنا على كييف بالقطار واللي حجز لنا تذاكر شركه السياحه. بعد ما انتقلنا على كييف بدات رحله تانية خالص وناس تانية خالص وتجربه تانية خالص.
الشخص اللي استقبلنا في كييف هو المفروض المسؤول عن شركة السياحة اللي احنا متعاقدين معاها، وهو المفروض عنده قناة على اليوتيوب وبيشتغل في السياحة مع الخلايجة ومع الأوروبيين كما يقول، ولكن احنا كميتنا مركبتش معاه خالص من أول مرة. أنا طبعا عارفيني بحب أقعد ألتمس الأعذار وأقول لأ أسماء أنتي تلاقيكي بس تعبانة من السفر، تلاقيكي فهمتي غلط، تلاقيكي، وأفضل أعمل أعذار عشان خاطر ما بطلعش الآخرين غلطانين. أصلك لو قعدت تطلع كل واحد غلطان مش هتخلص يعني. فقعدت التمس له أعذار، بس بصراحة وصلت لمرحلة خلاص أنا مش قادرة، لدرجة حتى في مرة كان راكب العربية والطريق كان زحمة فعلا، كل شوية يقوم مفرمل جامد. أنا واحدة بقى بسوق دلوقتي يا أنت عارفين، كل شوية فرمل جامد وأنا قاعدة ورا، خلاص أنا سوري هستفرغ، لأن أنا أصلا كواحدة عندي دوار عربيات وكنت تعبانة ونبهني على الموضوع ده. وهو شايف ان هو مش لا ده طبيعي ان انا ادوس على الفرامل، كل شويه شايف الطريق زحمه، مع ان الفكره هو بيدوس جامد وبيكلم في التليفون فهو اصلا مش مركز في اي حاجه. طبعا دي حاجه بسيطه من حاجات كتير جدا انا مش عايزه ادوشكم بيها، بس كانت تجربه سيئه جدا في كييف بسبب الشخص ده. اول يوم اخذنا مكان وهي رايحين فين يا عم اللي انا هوديكوا ايه عندنا ايه المجاري. ايوه المجاري، خلينا نقولها بطريقه افضل وهي البنيه التحتيه. راح التسليم ما سكتتش، قالت له المجاري انا ممكن اشوفها في اي بلد في العالم يا فلان، طبعا انا مش هجيب اسمه، يا انا المجاري في كل حته في العالم يعني انا جاي هنا عشان اشوفها. فراح قال لنا هوديكم المطعم السحري، والمطعم عباره عن انت بتروحي له عن طريق سلم جانبي كده، الاضاءه خافته وتحس ان هو اصلا مكان للتخزين. ست تقوم بسألك سؤال، لو جاوبتي صح بتدخلك، طبعا اكيد ما هو لازم هجاوب صح او تديني خيارات تانية على حد ما تدخلني، ما مش هيمشوا الزباين. وبيقعدونا على الترابيزة ويخلونا نغمض عينينا، وهوبا نفتح عينينا لقينا في حتة تانية. هي عبارة عن ترابيزة محطوطة على سير، والترابيزة دي طويلة واخرنا حيطة. اول ما بنقفل عينينا بيقوموا شادين الحيطه ديت اللي هي الباب كانه باب كوريدور، ويقوموا زقين الترابيزه او الكراسي اللي احنا قاعدين عليها على الممر الرول ده الناحيه الثانيه من المطعم، ويقوموا قافلين الكوريدور ونفتح علينا. او ماي جاد احنا في ايه، في مكان جديد. طبعا احنا كنا رايحين المكان ده مخصوص عشان خاطر نشرب شوربه البوشي، تصور البوش حاجه كده غالبا انا نسيت اسمها، وهي الشوربه المميزه في اوكرانيا، وبيقولوا ان هي مسؤول عن الجمال اللي هم فيه. يا عيني الشوربه بتخليهم جميلين. هي معتمد اكتر على الشمن اللي هو البنجر اللي هو لونه احمر. المشكله طب احنا ليه رحنا المطعم ده مخصوص، لان كل المطاعم التانية اللي لقيناها بتقدم الشوربه ديت بلحم الخنزير وهما بيطبخوها فيها، فاحنا عايزين نروح حته ما تكونش فيها لحم خنزير. فهو قال لنا المحل ده بيعملها ساده، فقلنا ممتاز جدا نشربها ساده. بعد ما رحنا وبيطلب المنيو، فانا قلت له معلش ممكن تسالها هي معموله بلحمه خنزير ولا لا؟ اي لا ما تقلقيش، وفعلا سالها فوجئنا ان هي معموله بلحمه خنزير. فدي من الحاجات اللي برضو غزتني، انت كنت ممكن تتصل وتقول لهم الشوربه معموله ازاي ونخلص دماغنا. المهم فطبعا ما قدرناش ان احنا نشرب الشوربه، وراحت علينا المشوار على الفاضي، فاضطرينا انا مش عارفه نطلب اكله ايه وشرب ايه. الصور اللي انتوا شايفينها، وقلنا له طب يلا نروح، عايزين مش عارفه نروح المكان الفلاني. طبعا في الوقت ده كان في مظاهرات بالمناسبه حوالين الفندق اللي احنا فيه، والفندق اللي احنا فيه اصلا في نص البلد، كانت مظاهرات عشان خاطر عايزين يعملوا قفل كل المدينه بسبب كورونا، والناس بيقولوا احنا اصلا متضررين هتقفلوا علينا ليه اكتر من كده، يعني هنموت يعني من الجوع. طبعا في ناس هتسال هو طب انتوا ما كنتوش مظبطين معاه برنامج؟ هو بعت لنا برنامج ثابت، بس البرنامج ده ما يناسبناش احنا، لان في حاجات احنا مش مهتمين نزورها، في حاجات شفناها قبل كده في اماكن تانية، في حاجات ما ينفعش احنا كمسلمين ان احنا نخشها. فاحنا قلنا له خلاص لا احنا هنشيل الحاجات ديت وهات لنا بدائل تانية. فما كانش بيدينا بدائل الحقيقه، بقينا نضطر احنا نخش نبحث بنفسنا ونشوف ايه اللي ممكن نروحه. قال لنا ممكن تعملوا اكتيفيتي، اوكي سيدي نعمل اكتيفيتي. فبعت لنا موقع واحنا اللي اخترنا الاكتيفيتي، الانشطه السوري اللي احنا المفروض نعملها، ومن ضمنها كانت عمل فخار بالطين، وكانت تجربه لذيذه جدا وممتعه. وانصح اي حد عنده اطفال ان هو ياخدهم لاماكن زي كده ويخليهم يجربوا بنفسهم ويلمسوا احساس الطين واحساس تشكيل الطين، احساس حلو قوي فعلا وبيطلع الطاقه السلبيه. يعني الواحد
اسمه ايه فضة طاقته زي ما بيقولوا. لطيف ان الشخص ده تاني يوم خاف ان هو يركب معانا فبعت لنا بنوتة تانية. البنوتة كانت برضو لطيفة جدا ويعني متعاونة لأقصى درجة, لدرجة ان احنا مقلنا على موضوع الشربة وان احنا روحنا المشوار وفي الاخر ما عرفناش نشربها. فضلت تتصل بمطاعم لحد ما لقت مطعم بيعمل الشربة سادة, وانت فيك تضيف اللحمة اللي انت عايزها, لحمة ارانب, لحمة بط, لحمة خنزير, لحمة بقر, اللي انت عايزها. ورحنا فعلا هناك وجربناها وكانت شربة فعلا لطيفة جدا, مش واو قوي بس حلوة. تسليم بقى راحت اختارت ان هي بالليل هنروح السيرك, وهي اللي اختارت الموضوع ده مش هو اللي اقترحه علينا. وبصراحة كانت أحلى حاجة عملتها في الرحلة, تحفة بشكل بشع. قضيناها ساعة يعني جميلة جدا, الألوان والملابس والتصميمات والعروض وتنوع العروض, الدنيا كانت زحمة وكل مبسوط, احنا ذات نفسنا مبسوطين ومبهورين بالألوان. حلو جدا, أنا ما شفتش سيرك بالحلاوة دي بقى زمن الزمن. فعلا تجربة الواحد محتاج ان هو يجربها. وبعدين كانت من ضمن الحاجات اللي كانت تسليم نفسها ان هي تعملها ان هي تحضر عرض باليه. طبعا انا ماليش في الباليه بس انا ايه يعني ماشي يا تسليم عشان خاطرك نحضر باليه. ولطيف ان انا كنت شايف اصلا اي حاجه عن الباليه, واكتشفت بعد كده ان الباليه ده عباره عن قصه حقيقيه بيحكوها عن طريق الرقص والموسيقى التصويريه. فانا ما كنتش عارف كده, انا كان بفكر ان هو حركات فيها رأس فقط فبتبين مدى مرونة الجسم, فقعدة مش فاهمة حاجة. فالعرض الأول خلص وأنا بنام على نفسي وكل شوية تسليم تزغدني يلا قومي قومي. طبعا هي مستمتعة جدا جدا جدا, تقول لك بصي بص الهدوم عاملة ازاي, الملابس بتاعتهم والديكور وتسريحة الشعر والإكسسوارات. هم بصراحة كانوا صارفين كانوا صارفين, وطلع ان الباليه في أوكرانيا حاجة مميزة جدا والناس بتروح له مخصوص أصلا. ففي النص بقى أما فهمتني إن هو بيحكي عن قصة مش عارفة كسرت البندق ولا إيه, فدخلت على جوجل حبيبي وسألته وحكى لي الحكاية. وطلعت فعلا إن هي مش عارفة حكاية كبيرة يا جماعة, حكاية كبيرة, الموضوع مش سهل. وقال مش عارفة وركبوا البحر وروحوا على جزيرة الشوكولاتة, وهناك مش عارفة الرقصة المصرية كانت الفرعونية بتعبر عن البن, والرقصة الأسيوية بتعبر عن الرز, حاجات ده كده كبيرة يا عم مش بتاعتي. كان نفسي أكون زواقة للفن أكتر من كده, بس واضح إن أنا علاقتي بالفن أو بالباليه سيئة جدا, وده غايز تسليم. أنا أسفة تسليم لو سمعت الحتة ديت, أنت إنسانة راقية وأمك إنسانة راقية, بس أنا حاولت والله أنا حاولت. بس يعني يكفيني شرف المحاولة. المهم يا جماعة روحنا الفندق, وطبعا كنا كلنا متغاظين من الراجل اللي هو استهبلنا وكروتنا في البرنامج, وإحنا في الآخر إحنا عملنا اللي إحنا لقيناه على النت. انت ما استفدتنيش باي حاجه غير العربيه, واحنا كنا قضيناها مواصلات كانت هتكون ارخص علينا. طبعا كان في شوكولاته في النص, انا نزلت الفيديو بتاعها انستغرام والناس بيتنا عليا, حرام عليكي هنموت, منظرها رهيب. هم شاطرين في الشوكولاته الحقيقه, والشوكولاته بتاعتهم حلوه بس مش الواو قوي, مش اللي هتموتوا عشانها يا جماعه, او يمكن عشان انا مش بحب الشوكولاته كتير فمش متفاعله جدا معاهم. قعدتي تشتمي البنات اللي بياكلوا شوكولاته وبيحبوا الشوكولاته, واديكي عماله تمصمصي في شفايفك من الصبح. ايه ده ايه ده يا مدعيه. بوظ عليا اللحظه, فلازم اخدتين. شفتي ازاي حلاوتها؟ تقوليش رز بلبن ده اخرك في الاكشن, عشان دي اكتر حاجه بحبها. سامحوني اي واحده حابه تتفرجي عليا, او اي واحده نفسك في شوكولاته تتفرجي عليا. السباح يا اهل السباح. اعتذري لكل بنت بتحب شوكولاته غلطتي فيها. انا فهمتكم دلوقتي. انا فهمتكم. بس عايزه اقول حاجه حلوه جدا حصلت مع تسنيم, وهي المصاريف. تسليم عملت حركة لطيفة جدا. طبعا احنا كعرب ما بنحبش ان احنا حد يدفع لنا حاجة, فنروح رايحين مطعم لا انا لا هدفع, لا طبعا انت لا تدفعي. طب وممكن يكون مطعم مرة عالي والتاني اللي بعد منه واطي, فحد يدفع اكتر من حد وهكذا. فهي تسليم من اول وقالت لي بصي يا اسماء عشان خاطر نحط حل الموضوع ده, احنا هنعمل خزنة مشتركة, وهي معها شنطة كده كروس حطاها. انت معاكي فلوس وانا معايا فلوس, سي انت هتحطي 100 من عندك وانا هحط 100 من عندي, وهنصرف من الخزنة ديت كل حاجة لان احنا كل حاجة مشتركة. خلصت الخزنة هنعيد مليها تاني وهكذا, ولو حد عايز يشتري حاجة شخصية
يقدر ان هو يشتغل معايا خالص. فكانت مريحه جدا الموضوع، ويعني انا انبسطت جدا وشالت عن نفسي عبء كبير جدا. الحاجات برضو الحلوه الثانيه في اوكرانيا اللي عجبتني الهدوم بتاعتهم المطرزه اللي هي الهدوم التقليديه، شكلها جميل جدا وفخمه كده، وفكرتني بالزي الفلسطيني. زي الفلسطيني التوب كده بيبقى جميل ومتطرز بشكل فني رائع، تحب تبص لتفاصيله. ده متطرز بشكل وده متطرز بشكل، بس الاثنين حلوين بالنسبه لي. وبالمناسبه انا فوجئت ان في مواقع بتبيع الحاجات دي على النت باسعار فلكيه اغلى بكتير من اللي في اوكرانيا. خلوا بالكم يعني، يعني لو حد عايز يشتري يروح اوكرانيا ارخص له يشتري من هناك ويرجع. دي كانت جولتنا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم وخنقتكم بالتفاصيل، بس حبيت ان انا اوضح نقاط بتكون غايبة عن ناس كتير. وأنا مش هجيب سيرة الشركة لأن أنا مش حابة أن أنا أصلا أعمل لهم قيمة، بس خلي بالكم لو حد بيسافر سياحة أن هو ياخد باله من الريفيو بتاع الشركات ديت. وإيه تاني سمسم؟ والحلقة الجاية إن شاء الله هنشوف مع بعض موضوع تكسير الإزاز واللي حصل فيه. كنت معاكم أسماء الشريف، وإن شاء الله نلقاكم الفيديو القادم. السلام عليكم.